السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المتابعين في الحلقة السادسة. ايوه عشان نسوي الغرفه بقينا واحد حديد. اوف 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 المويه حتغلق علينا. عندي ثلج، لو في ثلج في الطريق ناخذه. ايوه يا سلام، خذ الثلج اللي هنا. تمام، ونيجي هنا ونسوي غرفه تحت. نسوي غرفه تحت قبل ما نسوي القاعده الاساسيه حقتنا. يعني انا اوريكم دحين كيف. لحظه، نسوي غرفه تحت هنا، تيجي ولا ما تيجي؟ والله ما تيجي عليها. لا المشكله انه هذا الطاقه الشمسيه حتعدم لنا. صح، نشيل الطاقه الشمسيه، لا ما ينفع نشيل هذه. ايوه، ونقول حطها لنا هنا. الطاقه الشمسيه اللي اخذناها نحطها هنا عشان ما تزعل علينا. نقدر نحط تحت الحين هنا اربعه. لا ما يجي، ما يجي اربعه، بس ممكن نحط في جنبه. صح، ايوه حط في جنبه كذا. يا سلام يا سلام يا سلام. ونيجي جوا هنا ونحط لنا بعد يا حبيبي. هذا الصندوق فيه شيء، خذ الاشياء اللي جوه الصندوق هذا. ايوه، وكسر لي الصندوق اللي هنا وسوي لي. ايوه كسر حتى هذا، كسره هنا. ها، نقدر نحط واحد كرافتر هنا. طيب يا ممتاز ممتاز. احد المتابعين يقول لي انت تسوي غرف في كل مكان. اللعبه كذا ترى، انا ترى مو اول مره اعرف اللعبه، لعبتها قبل كذا. فانت في بدايه اللعبه حاول تبني في اي مكان، ما همك في الريسورس. الريسورس اصلا حيصير عندك كثير وغير منتهي مع الحفارات. فدحين انت ابني قد ما تقدر تبني. انا هدفي الاساسي اني اجيب الحراره عشان اقدر اطلع الاسموزيوم، هذا هدفي الاساسي. فلا تستعجل علينا اللي طالبين انه نسوي القاعده الاساسيه. ها شوف، تجيب هنا حق الحرارة الجميل. تمام، نقدر نسوي حق طاقة عشان نعرف ايش الطاقة عندنا باقية ولا لا. ايوه، عندك خذ، عندك اشياء خذ. هنا ما في سيليكون، ما عندنا هنا سيليكون، والله ما في ولا هنا في سيليكون، نجيب سيليكون نحن. فانت عندك ريسورس، اشتغل وابني وغلك وما عندك مشكلة. القاعدة الأساسية بعدين تيجي مع الوقت. أصلا مع الوقت نحن حنسوي قواعد مرة كثير. ايوه، هات حق الطاقة عشان نعرف قديش الطاقة. نحن سوينا موية ولا شربناها. اشرب يا حبيبي، اشرب اشرب المويه. ايوه ها، شوف قاعد اطير يا طيف، لا تتريق علي. حط لي واحده حق الطاقه هنا في جنب اختها، وشوف كيف الشغل. والله 231 وعندنا 279، لسه عندنا. نقدر نحط واحد هيتر ثاني. ايوه موجود اظن عندي هنا. ايوه خذ هذا. يا سلام، وش كمان نحتاج؟ نحتاج يا حبيبي سيليكون والومنيوم. ها نجيب سيليكون من برا دحين، حصل سيليكون من برا. ابغى الحراره في الكوكب ترتفع عشان تنفتح معايا الاسموزيوم. كهف الاسموزيوم مقفل. خذ سيليكون كثير من هنا. ايوه ها، يا سلام. قبل ما يجينا السوائل، نحن لو تلاحظوا دحين ايش الموجود في هذا، شوف قام الزرع الحلو يجي. لو تلاحظ دحين عندنا امطار، بعد الامطار تجينا البرك. فنحن قبل ما نجي البرك، لحظه بس اسوي واحد ثاني هنا. ايوه ايوه، اظن يبغالنا نبدا في الطاقة. شوف الطاقة حقتنا كيف دحين هنا صارت 248، لسه يمدينا نحن. حتى لو نبغى نحط حفارة نقدر نحط حفارة، بس الحفارة يبغى لها ايش؟ يبغى لها ألمنيوم. اوكي؟ طيب ايش ابغى اسوي؟ انا القاعدة زي ما قلت لكم الأساسية حبنيها هنا جنب المنطقة المدبسة. هذه المنطقة تعتبر أحسن منطقة لبناء القاعدة. احسن منطقه، وحنسوي قواعد في كل مكان، خاصه لما يجينا بعدين التليبورت نقعد نتنقل وما نشيل هم الريسورس. الريسورس هذا اللي شايفينه لا تشيلوا همه، بكل بساطه نقدر ايش؟ نقدر ندوره. انا فاكر هنا كان في كهف، جيت هنا ادور على الكهف، واحد جاي هنا. والله لسه انا قاعد افتكر الاشياء القديمه. تمام، فين الكهف؟ انا قلت خليني اخشه قبل ما يجي المطر، والله ماني شايفه. صدقوا فين الكهف كان؟ يمكن لما يكون مجمد. اظنه جدار سري، هو اظن ترى يبغى لي انتبه لجدار السري. ايوه كان هنا في جدار سري اظن. ايوه شايفين شايفين، انا فاكر والله كان في مكان سري. صح، يا سلام، عندي معي اكسجين، معي اكسجين. يا سلام، هذا رساله ما تشوفه. مسكين مسكين ميت. طيب ايش عنده هنا؟ اي ايش ما عنده، ايش ما عنده. لا 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 لا، هذا الصندوق خلو ناخذ بس الاشياء هذه. ناخذ هنا، ايوه هذه نقدر، لو اخذنا واحده نقدر نسوي حقة البذور. يبغى لنا نقدر نسوي، ناخذ الومنيوم بس. طيب الرساله حقته يقول انتم ارسلتوني هنا عشان اموت، تعرفوا انه مستحيل اصلا. استنى خليني اجرب. نقرا الرساله حقته، يقول انتم ارسلتوني هنا عشان اموت، عارفين انه المنطقه مستحيل العيش هنا، انتم اصلا ما تهتموا فيها.
قاعد يسب الشركة اسمه زيديان هذا مسكين والله مسكين ذبحوه. طيب الصندوق هذا نجيله فيه أشياء مرة مهمة بس ما أحتاجها دحين. طيب دحين إيش أبغى أسوي؟ أبغى أحط بدايات القاعدة حقتي، بداية القاعدة. شوف هذا المكان كله حصير بحيرة والكوكب صار لونه أزرق. أنا ما أبغى يصير أزرق، أبغى كذا يكون قاحل. حلو، نبدأ هنا نسوي إيش هنا؟ كل أشياءنا حتكون على إيش؟ ايوه هنا كذا كذا ايوه. حط اللي اوف اوف دحين عشان في الارض اشياء ما يقدر. شيل الثلج اللي هنا ايوه. ها بدينا في القاعده حقتنا، بدينا اوف. غلق الحديد، غلق الحديد. شوفوا سويت القاعده حقتي يا ناس، خلاص مبسوطين، هذه القاعده الاساسيه. طيب ابى اروح استكشف دحين مكان من الاماكن الجميله فوق المنطقه المدبسه. شايفين المنطقه المدبسه؟ نحن حنروح فوقها دحين اوريكم فين. ايوه استنى، كان في صندوق ذهب يذكرني فيه احد المتابعين. شوف 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 الصندوق الذهبي، يا سلام يا سلام. اوف اوف اوف، جاء الومنيوم عندي هنا كمان. حلو طيب، وانا ليش هاي معايا الثلاث الاشياء هذه؟ هذه الثلاث الاشياء كان المفروض افكها. خليني ارجع هناك عشان افك الثلاث الاشياء هذه. ايوه خش هنا حبيبي. ايوه افتح الوصفات الثلاث هذه، افتح ايش حيجي. اوه يلا حلو ممتاز، هذا حق الجسر وهذا الصاروخ برضو مهم، وهذا الجيت باك. لا اجيلتي ثلاثة، حلو حلو اقدر اسوي اجيلتي ثلاثة، مو هنا اجيلتي ثلاثة يصير هنا. خلينا نشوف الاشياء المطلوبة. لا يقول لي اسموزيوم، لا يقول لي والله اكسبلوسيف. بدينا في الشغل الثقيل، بدينا في الشغل الثقيل. طيب اقدر اسوي واحدة هنا بدون الكهرباء ما تطفي؟ ايوه 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 يا سلام، الكهرباء لسه ما طفيت معانا، امورنا تمام التمام. 266 اظن بس خلاص، يعني اللي بعدها حتبهذلنا. يعني هي كم تاخذ طاقة؟ تاخذ طاقة 17، وكم باقي هنا؟ لا اقل يعني 17، لا حتدق علينا حتدق علينا، فنحن لازم نبني حق طاقة. يمكن امر على الكهف حق اليورانيوم واسوي لي واحد حق طاقة. ناخذ الاشياء المطلوبة هنا، ايوه خذ ثلاثة من هنا، ايوه لا لا هذه خليها، ايوه ناخذ ثلاثة من هذه وبقي لنا اليورانيوم. رد نروح نسويه ونبني حق طاقة، اوكي؟ طيب بس خلينا نفضي الأشياء اللي ما نحتاجها. طيب سوي لي واحد أكسجين جميل، ايوه عشان لو نتورط، عشان لا نتورط، اوكي؟ خلينا ذحين نروح لكهف اليورانيوم نسوي لنا حق طاقة هناك، وبعدها نروح نستكشف المنطقة اللي بجنبه، فيها ايش؟ فيها طيارة هناك. خلينا نحن قبل ما نبدا نبني القاعده حقتنا نتوسع ونستكشف اشياء ونبني صحارات ونبني حفارات في كل مكان. مو لازم مو لازم نكسر الحفارات القديمه والصحارات القديمه، لا خليها متعبه انك تيجي تكسرها وتحطها، خليها وابني اللي بعدها. ما يغر ما يعني ما يضرك ما يضرك. هذا صندوق ايش فيه؟ نحن شفناه المره اللي فاتت. ايوه ايوه خذ اللي فيه يا حبيبي وكسره عشان لا يضايقنا لما نشوفه. يلا نمشي على مكان اليورانيوم. احب المنطقة المدبسة مليانة الومنيوم، مليانة الومنيوم. اليورانيوم من هنا، خلينا نخش له. ايوه وصلنا عند القاعدة هنا، يا سلام يا سلام. نبني اول شيء واحدة هنا ليه؟ عشان نحن حنحتاج الرد، نحتاج الرد. الرد يحتاج سبعة يورانيوم، نجيب سبعة يورانيوم. هذا واحد وهذا اثنين، ايوه اولع اللمبة، وهذا ثلاثة، مظلم مظلم. طيب وهذا أربعة. إذا بنينا حفارة هنا ما يحتاج بعدين. وهذه ستة سبعة ثمانية تسعة. جبنا تسعة يورانيوم، يورانيوم يطح يورانيوم، والعند الدنيا امتلت. ايوه ها شوف كيف كيف الكهف أخضر أخضر يا حبيبي. ايوه نطلع برا هنا ونوصل ونسوي لنا واحد رد جميل. ايوه يا سلام يا سلام. ليه؟ عشان نسوي لنا حق طاقه، ويبغى لنا مويه، يبغى لنا مويه. عشان كذا جبت المويه اول، قلت ايش بعدي مويه زايده رميتها. لا ما في هنا مويه. لحظه فين الثلج؟ فين الثلج؟ نرجع ورا هنا في ثلج. هات الثلج يا حبيبي، بعد شويه حنبكي على الثلج. نحن حنبكي على الثلج لما يختفي عندنا. طيب ايوه خش هنا، سوي لي واحد مويه وسوي لي واحد مفاعل حق طاقة جميل فوق. شكله جانا الليل ولا ايش؟ ايوه يا سلام يا سلام، كذا عندنا طاقة كبيرة. طيب ذحين نبغى نخش على منطقة كانت القاعدة الأساسية حقتي هناك، فاكرين؟ ذحين نرجع لهناك، في طيارة طايحة وشكله جانا الليل. هذا الصندوق نحن تركناه المرة اللي فاتت ولا ايش الحكاية؟
ليه تركينه كذا؟ صندوق جميل في أشياء جميلة، ما نقدر نبني حقة بذور، والله يبغالنا موية، لو عندنا موية كنا بنينا حقة البذور. شوفوا هذاك المكان القوس، كانت الحلقة اللي فاتت، نحن الموسم اللي فات كان بيتنا عنده. شايفين الدنيا كيف مظلمة؟ أظن معناه ليل جانا، نصبر شوية لما يروح الليل. الله أيام جميلة. أوف 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 أوف، في صندوقنا مطر، جانا مطر. يا سلام يا سلام، خليه بس خذ ناخذ الاكل، الاكل كان عندي تعبان، خليه. يا سلام، هذا مكان القاعده حقت القديمه، كان هو المكان الاساسي، لكن لا انا احس هذاك المكان احسن. حنسوي قاعده هنا كمان ثانيه، بس ايش؟ بس مو الاساسيه، الاساسيه حتكون هناك. نرجع هنا يا حبيبي ونخش جوا هناك. شوف هناك في مدخل، كان نحط البيت حقنا، وإذا في عندنا أي شيء نقدر نسويه نحطه، عشان إيش؟ عشان يزود لنا الضغط وغيره. إيوه إيوه، شايفين المكان هذا؟ يا سلام يا سلام يا سلام، حط لنا واحد بيت هنا. إيوه، وحط لنا الباب حقه هنا، ممتاز حلو. نقدر نسوي بيت ثاني؟ لا ما نقدر. طيب كالعادة نقدر نسوي كرافتر؟ ما نقدر نسوي كرافتر. أمورنا طيبة. طيب صندوق ونحط فيه الأشياء. إيوه ها، حط واحد صندوق صغير، بعدين ممكن نكبره عشان نحط فيه الاشياء اللي محتاجها. الصندوق هذا يفيدنا، يقول ليه تحط صناديق وتحط فيها الاشياء؟ نحطها بعدين بالتليبورت، نيجي وناخذ الاشياء المهمه، يعني زي الاشياء العاديه هذه ما هي مهمه، لكن الاشياء الثانيه زي الورود وهذه مهمه نجي لها، فاهم علي كيف؟ فنيجي نخش في هذه المنطقه الجميله وناخذ الصناديق الجميلين. ايوه، كسر هذا الصندوق. يا سلام، ماني قادر اشوف. حلو، نجي المنطقة هنا، تعرفوا المكان هذا ينغرق بعدين اذا ما اخذته دحين، حيصير كله مويه. ايوه، في صندوق هنا جميل، انتبهوا بعض مرات يكون في عندنا اشياء. يا سلام يا سلام يا سلام، يكون عندنا ابواب سرية بس تحط عليها الماوس يقول لك انه حينكسر. طيب هنا ما في شيء، ما في طريق هنا. ايوه، وهنا ما في طريق، هناك في طريق، لكن خلينا ناخذ الصندوق اللي هنا، هذا صندوق اهم. غلق البحث عندي. يا سلام، في شيء مهم، في شيء مهم هنا. ايوه، كسر هذا، خلينا نشوف ايش فيه، اشياء مهمه في صندوق، ناخذ منه الاشياء المهمه. والله هذه الاشياء ما هي مهمه، شايفين؟ طنق طنق طنق، ارميها. حديد، مغنيسيوم، ما هي مهمه، لكن هذه مهمه جدا، تنشرها. فنحن نسوي زي كذا، نرمي هذه الاشياء وناخذها، وبعدين نكسر الصندوق عشان ما نجي عليه مره ثانيه، شايفين؟ خلاص، هنا ايش فيه؟ الدنيا كلها والله كبير، المكان كبير، وهنا اوه فاكر هنا كان في، كسر يا حبيبي كسره. ايوه، كان في كهف، ايوه نهايه الكهف كان في مويه، والله فاكره. انا عندي مويه، اشرب مويه، ما اصدق ما عندك سجين. لا حتورط وحينبسط فيا طيف ونوري كمان، حتى كلهم اثنين، والله عندي كثير من هذول. خلاص اقول لك ارجع اعبي اكسجين، ايوه نرجع من هنا، ما في شيء هنا. الله يشوف، شوف هذه الطفايه، نقدر لا ارجع، نروح ونرجع. ايوه خذ الاكسجين. يا سلام، ايوه ما في احد يتريق علينا. ها، حط يا حبيبي، ايوه، وخش وحط فيه كل شيء حط فيه، تمام، عشان نروح نجيب اشياء ثانيه. طيب يلا نرجع نخش. يا سلام، نشيل هذه عشان نبنيها مره ثانيه. هنا ايش في هذا؟ ايوه خذ من هنا، حلو، وكسر هذا، وشوف اذا في شيء يفيد. هنا في رسائل وناس مساكين. توداي وزل متر، اقول لك ماني فاضي اقعد اقرا لك هنا عشان اموت. هذه بعدين لازم نكسرها كلها، ناخذ من عندها سيركوت، فاكر؟ اوه هنا نبغى نفتحها بعدين. حلو، ايش في هنا؟ اوه سلفر، كنت احتاج واحد سلفر، جاء من عند ربنا، من عند ربنا جاء. طيب حلو، خلاص كذا ختمنا كل شيء من هذه المنطقه، باقي الصندوق اللي هنا، فيه صندوق اظن. ايوه كل الاماكن اخذناها، في الصندوق هذا اللي هنا ما اخذنا كل شيء فيه، خليني بس اخذ الاشياء اللي فيه وخلاص، ونصير نخرج. وشكلي عطشان، ابغى مويه والله. هذا ارمي هذا وارمي هذا، وهات هذا وهات هذا، وكسر هذا، وروح دور لك مويه يا حبيبي، روح دور لك ثلج عشان لا تموت.
ما عنده اكسجين ولا سويت اكسجين ولا يحزنون. دور ثلج عشان لا تموت. كالعادة نخرج اول شيء نسوي هنا ايوه يسوي لي حلو وننزل كل شيء، كل شيء ننزله. جيب ثلج، ثلج ابغى مويه، ماني شايف ثلج هنا. ليه المنطقة هذه ما فيها ثلج؟ هيدريشن كريتيكال. وانا بنزل تحت عند كهف الإريديم، في كهف ثاني إريديم هنا، لكن ما في مويه، ما في مويه، ما في ثلج. يا الله ثلج، ابغى ثلج. المنطقة هنا باردة، المفروض هنا في ثلج. المفروض ايوه ايوه ايش هذا؟ هنا في ثلج. ايوه ايوه هات يا حبيبي، ايوه هات ثلج سوي لي. حموت يا شماتة لطيف فيك، مو صار نوري صار طيف كمان عندي. ايوه سوي لي هنا مكان، سوي لي يا حبيبي مكان لا اموت. شكلي حموت، شكلي حموت. يا سلام، انبسطوا يا شامتين، انبسطوا يا شامتين. ابغى اسوي بيت، غرفة، غرفة صغيرة، غرفة صغيرة يا ابن الناس. حديد 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 حديد, حديد, حديد. ايوه ها سوي غرفة صغيرة. ها ها باب، ابغى حديد 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 حديد. ايوه هذا الباب. ايوه ابغى كرافتر. حديد 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 حديد. ها ايوه جيت هنا اكسجين وسوي واحد كرافتر. حديد فين الحديد؟ شفت الحديد انا هنا ما اخذته ليه؟ ليه ما اخذته؟ ها لا 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 البويا. مبسوط مبسوط الطيف. طيب 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 ها انبسط. خليني ارجع للقاعد حقتي. خذ الثلج هذا المعفن، الثلج معفن والله. شوف المنطقة كيف متلج، هذه منطقة حاجية لسه ما غلورت فيها. خليني ارجع للمنطقة اللي فوق بس يا اخي. خلينا نحط اول شيء هذه وهذه ايوه، وناخذ الالمنيوم ونسوي لنا الصهارة اللي فتحناها تحت، الصهارة اللي فتحناها تحت. ايوه ها حط الصهارة هنا. ها ممتاز، خلي الحرارة تمشي، خلي الحرارة تمشي. اوكي الشيء الثاني اللي ابغى اسويه الكرافتر، بسوي الكرافتر. شوف الكرافتر ما يكلف ولا شيء، ما يكلف ولا شيء، عبارة عن حديد وسيليكون، حديد وسيليكون سويه هنا. طيب ابغى اسوي اللايت 2، اللايت 2 يبغى مغنيسيوم ايوه، ويبغى السلفر، ويبغى الومنيوم. ما في الومنيوم مو معقوله كذا، ما غلقتوا زعلتوني بصراحه، زعلتوني. خذ طيب الالوي اللي هنا. طيب طيب خلاص كذا، خلينا بس الاشياء هذه كلها حنرجع لها. خليني انزل تحت المكان اللي مت فيه. طيب خلينا نشوف الصندوق هذا ايش فيه. اوه المويه كمان، برضو المويه، برضو المويه. يا الله طيب خلينا نقدر نسوي هذا حق الاكسجين. هذا كم يدينا اكسجين؟ 13. هذا كم يدينا اكسجين؟ يدينا 108. هذا افضل نسويه، بس يبغى لنا واحد مويه، نسوي لنا واحد هنا وعشان ننزله ويزود لنا ايش. خذ مويه، سوي مويه، سوي مويه يا حبيبي، سوي مويه يا قلبي. لا تتعبوني لو رجاء، رجاء لا تتعبوني. ايوه خذ هذا المكان، خليني اشرب بس واحد مويه. سوي لي واحد هنا، اقدر اسوي واحد ثاني كمان. لا يبغى لي ايش؟ يبغى لي الومنيوم. هنا ايش في هذا؟ برضو الالومنيوم ساير مره مهم، بس ما هو اهم من اسموزيوم. شوفوا هذه اللي تستخرج الاور، يبغى لها اثنين اسموزيوم. ان شاء الله دحين مع الحراره حنقدر نظبط الاسموزيوم. طيب خلينا نروح الكهف الاريديوم، اظن موجود هنا هو. معايا اكسجين، خليني اخذ كوبلت عشان اسوي اكسجين. واحد كوبلت ما يكفي. ايوه 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 فين فين فين؟ انا ايش معايا؟ جايب معايا واحد سوبر الوي، ما عندي الا واحد سوبر الوي. ايش انفتحت معايا؟ اوه الساين انفتحت معايا. شوفوا هذا كهف الاريديوم الثاني، هذا كهف الاريديوم الرهيب الثاني. يا سلام شايفينه كيف؟ خطير جميل. خلينا نجمع تسعة بس، بس تسعة. شوف اثنين هنا، في صندوق ولا ما في صندوق؟ هذا ثلاثة. حلو، لازم تستنى ترى لما تنشفط مرات، لما ما تستنى زي الحديد اللي يموت فيها والله تورط. طيب ايش هذا؟ فود، الفود بالله الله، دحين الفود عندي مشكلة فيه. طيب طيب خليه بس ناخذ تسعة. نحن كم؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. من فين جاء الرد؟ سبعة، شكلي حصلت رد طايح في الأرض. انفتح معايا ايش؟ البايو، بايولاب،
وبوبوبوبوب. لا لا وجبت وجبت، لازم افتح معايا ايش الاشياء هنا. في رد، في رد هنا ولا ما في رد؟ ما في رد. شوف الدنيا بيطيح علينا الله. طيب ايش نقدر نسوي؟ نسوي بس يبغالي الومنيوم واسوي الرد الثاني. خليني ارجع هنا ورا شويه بس عشان اعبي اكسجين ونخرج ندور على مكان ناخذ فيه اكل. اظن اعرف مكان يمكن حصل فيه اكل. ايوه شوف الاكل والله بيغلق علي وشكلي حموت. هنا في كهف، هنا فاكر انه في كهف ممكن حصل فيه اكل. طوالي ايوه فين راح الكهف؟ ما في هنا طياره، الطيارات اللي هنا فوق. واظن والله ما ادري، اقول لك خلينا نطلع فوق عند الطياره حقتنا القديمه، اكيد حنحصل اكل في ايش فيها. هذه المنطقه ايوه. لا تعال مو من هنا، حنخش لها من هنا، حنخش لها من هنا. ايوه فين الطياره حقتنا؟ اظنها تحت هنا. ايوه شوف 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 هنا اظن شايفينه. اكيد نحصل اكل هنا اكيد، لو ما في اكل انا تورطت والله. ايوه تعال يا سلام. شوف لما يكون عندك بيوت في كل مكان ما تتبهذل. ايه شفتوا؟ قلت لكم انا عارف حطيت الاكل، بعدين نجيب هذه الصغيره عشان نستفيد منها ونجيب معنا السوبر الوي. اوكي نبغى نسوي واحده صهاره، يبغى لنا الومنيوم. ما عندك الومنيوم هنا؟ شوف شوف حطيت الومنيوم عشان نسويها يا حبيبي، عشان نسوي السيليكون. ها ما في سيليكون؟ ما في سيليكون، جيب سيليكون. طيب خلينا نسوي الضوء رقم 2، مهم جدا مهم مهم. يا سلام يا سلام، عندي الضوء رقم 2 حيكون احسن من الضوء رقم 1. اوكي طيب ايش في شيء ثاني نقدر ناخذه؟ خلي هذا الاشياء هنا، لا لا خلي اللي عندنا هنا موجوده. نبغى نسوي الهيتر، الهيتر يبغى لنا الومنيوم، ناخذ واحد الومنيوم كمان. خذ السوبر الوي هنا، يبغى لنا بس سيليكون، سيليكون لو سمحتوا. ايوه عشان اسوي هيتر رهيب وجميل و يا سلام يا سلام يا سلام. ما اقدر اسوي الا والله اقدر. استنى 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 استنى، 1 2 3. طيب وايش تحتاج غيرها؟ تحتاج مغنيسيوم وسيليكون، مغنيسيوم وسيليكون. خلينا نحط السوبر اللوي هنا. طيب فين السيليكون؟ فين السيليكون الرهيب؟ يا حراره اطلعي، يا حراره اطلعي عشان عندنا شغل نبغى نغليه. ما في سيليكون. شوف الالومنيوم، شوف الالومنيوم الرهيب، الالومنيوم يفتح القلب. احبك يا الالومنيوم. اوف صندوق ذهبي يا باب 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 باب، في اشياء مره خطيره. طيب ايش اسوي؟ خليني ارمي هذه واخذ هذه عشان اسوي صخاره ثانيه. والله خطيره، وهذه لازم ناخذها. طيب ارمي هذه، ايوه ارمي الاشياء هذه اللي ما تنفع، وخلينا ناخذ الالومنيوم وناخذ هذه وناخذ هذه وناخذ. يا سلام علينا، ارمي 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 الاشياء اللي ما تنفع زي الثلج، هذه ما تنفع، وخذ اليورانيوم. طيب خلينا نرجع للصندوق الذهبي، نحن حنرجع له، بس ابغى ادور على سيليكون اول شيء. اشرب المويه يا حبيبي، هذا السيليكون مدسوس هنا. يلا خلينا نرجع للقاعده ونسوي الاشياء اللي نبغى نسويها. واحد من الاشياء المهمه نقدر نسوي هيتر، ترى نقدر نسوي هيتر، يعني حتى ما نحتاج هيتر. جميل، ما عندي تيتانيوم بالله. الله في تيتانيوم، في تيتانيوم. خذ هذا اللي هنا وحط اللي هنا، ايوه وسوي هيتر، سوي لي واحد هيتر. الطاقة ما طفت معانا، شوفوا كيف الحرارة، حرارة دحين حتحفر حفر. طيب ايش الشيء الثاني؟ نبغى نسوي هذه قلنا، باقي لنا تيتانيوم وسيليكون، لازم اجيب تيتانيوم وسيليكون ثاني. اظن نقدر ننزل حفارة دحين، نزل حفارة حبيبي، نزل حفارة يا قلبي. هات السيليكون وهات التيتانيوم لو عندك. اوه شوف المنطقة كيف متلجة، مرة منطقة هناك متلجة، حلو؟ يلا يلا خلينا ناخذ اللي نقدر ناخذه. يا سلام، ارجع للقاعدة يا حبيبي وخذ الالومنيوم. ممتاز، وسوي لي واحدة هنا رهيبة عشان تقدر تسوي لي رد. اقدر كمان اخذ رد؟ لا خلاص يكفينا، يكفينا. ايش الدلع؟ 1 2 3 4، ما اقدر 5 6 7. يا سلام يا سلام، لو كان عندي 2 كنا انبسطنا. اوكي طيب خليني اشوف ذحين المنطقة اللي كنت بستكشفها، هذه اللي ورا اللي فوق. خليني ابدا ارجع لها هناك. شايفين كيف المنطقة الثلجية هذه؟
كلها ثلج. شوف الثلج يبغى لها وقت هذه حتى تتفكفك. شايفين شكلها كيف رهيبة بصراحة. منطقة ثلجية كبيرة. شوف تحت في أشياء. هذه المنطقة الثلجية حنستكشفها بعدين. لكن خليني أبنزل أنا أجي عند الأشياء هذه. أح أح إيش التعوير اللي ما الأمها داعي هذه. يا الله. طيب خذ هنا. المنطقة الثلجية ذيك نجي لها بعدين إن شاء الله. هذا ينكسر ولا شيء؟ خلينا نشوف ينكسر. لا ما ينكسر أي جدار. وهذا ثلج كمان. هذا ثلج. طيب حلو. هنا في شيء أتذكر هنا طاقة شمسية. كنا نقدر نفكها ونستخدمها. هي في شيء هنا نقدر نفكه ونستخدمه؟ لا ما في. بشوف المنطقة الثلجية هنا مليانة بصراحة. هذه ما فيها شيء هنا. لا أنا بس أمر مرور سريع إلى هذه المنطقة نشوف إذا في شيء مهم. خذ تيتانيوم يا حبيبي لأن شكلي حتورط. عندي أكسجين؟ ما عندي أكسجين. طيب شكلي حتورط. يلا أفتح هذا الصندوق. يا سلام يا سلام يحطوا لي رد. اقدر اسوي والله اقدر اسوي. طيب بس باقي لي شويه والاكسجين يغلق فشكلي حفتح. هذا الكهف اللي كنت ابغاه. هذا الكهف اللي كنت ابغاه. حط لي هنا يا حبيبي بيت. وحط لي هنا ايوه حديد 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 حديد. حرام عليكم لا يموت لا اموت. ايوه شوفوا هنا في حديد. خذها كلها. ايوه الاكسجين كريتيكال. الاكسجين كريتيكال. لا لا ما خليتك تنبسط يا طيف. يكفيك واحدة مرة. طيب هذا فتح التلج اللي هنا. اقدر اخذ اسموزيوم ولا لا؟ مرة مهمة الاسموزيوم. ايوه 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 في اسموزيوم. في سيلفر كمان يا حبيبي. هات واحد اسموزيوم. يا سلام حرجع للمكان القاعدة حقتي. هات 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 هات. شوف هذه كم. هذه 400. هذه كلها خطيرة. خذ الفلترايزر. الأشياء إيش الأشياء اللي ما نحتاجها؟ والله كلها أشياء نحتاجها. وهات السلفر الجميل هذا. يا سلام المكان هذا مليون مليون. لازم أفضي وأجيله. أظن يخرج على الجهة الثانية. الاسموزم كذا حين انفتح معايا. الاسموزم انفتح معايا. طيب أقول لكم إيش حسوي دحين. حسوي حفارة. حرجع إلى القاعدة حقتي اللي هناك. ها خلاص ارجع القاعدة لانه دحين ما عندي مكان امتلئت مرة. بس اعبي اكسجين. ايوه يلا ونرجع الى طريقنا الى القاعدة. يا سلام شوف الطريق هذا هنا ينزلنا على هنا وبعدين على المنطقة المدبسة. طيب خلينا بس ننزل نروح للبيت اللي بنيناه هنا بجنبنا. ايوه شايفين البيت هذا حلو. نرجع نشوف الطاقة وامورنا ونفك بعض الوصفات. كيف الطاقة؟ 353. يعني لا اقدر اسوي واحد. اقدر اسوي واحد هيتر ما في مشاكل. بس خلينا نفك الوصفات. ايش الوصفة هذه؟ مايكروم. والله فتحنا اشياء مرة كثيرة بس ما استخدمناها. هذا اوه عشان نحط فيها الاشياء. طيب وهذا عشان الستلايت. اوكي طيب ايش يبغالنا عشان نسوي واحد هيتر؟ يبغالنا تيتانيوم. والله هنا خذ خذ خلي هذه الاشياء هنا. حنيجي ناخذها اصلا. حنيجي ناخذها. نحن سوينا والله واحدة كبيرة فنقدر نختصر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اشرب الموية هذه. لا 1 2. لا لا ما عندنا 9. لازم ايش؟ لازم ننزل هنا وناخذ هذا هنا. طيب ونيجي هنا ونقول له سوي لنا هذه. يا سلام يا سلام يا سلام علينا. طيب ما عندنا سيليكون ولا تيتانيوم عشان نحط واحدة سخانة. خلينا ايش الاشياء اللي نقدر نفكها؟ والله في اشياء كثيره جات عندي كلها تحتاج لسموزيوم. سموزيوم مره مهم. الحين انا ما دام فتحت السموزيوم اقدر ارتاح. خليني بس ادور لي على سيليكون وايش؟ وتيتانيوم. جبنا السيليكون والتيتانيوم ونحط الحفاره الجميله. اوه يبغى لي اكل. اوه يبغى لي اكل. طيب يلا ها حط. طفت الكهرباء. حسبت يستحمل. ما في مشكله. دحين نحن رجع الكهرباء هنا. رجع الكهرباء. في اكل؟ في عندكم اكل ولا ما عندكم اكل؟ والله ما في اكل هنا. يبغى اروح ايه. شوف 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 في اكل هنا. ممتاز ممتاز. طيب اظن لازم نفتح مكان حق الطاقه. ايش ابغى اسوي دحين انا؟ انا ابغى اسوي حفاره. احط حفاره حفارتين احطه عند الالمنيوم لاني هحتاج الالمنيوم مره كثير. فنجي عند المنطقه المدبسه نخليها قريبه. شوف القاعده حقتي. نجي عند المنطقة المدبسة هذه. ايوه ممتاز.
اول شيء نسويه نحط صندوق، بس نحط فيه الاشياء. خليك يا صندوق، لانه دحين لو حطينا حفارة حتروح علينا الكهرباء. فنحن نجيب هذه، ايوه اثنين ثلاثة، عشان نسوي حق كهرباء. شايفين؟ عشان نسوي حق كهرباء. يمكن والله صدقوا ايش كمان اسوي حفارة هناك، اسوي كحفارة عند هذيك المنطقة. صح، الحفارة ايش تحتاج؟ ايوه تحتاج رد، ايوه ناخذ رد وناخذ ألمنيوم وناخذ ممتاز. يلا نروح هناك الحين عند اليورانيوم. عبي عبي اكسجين. اوه يلا عبي الاخير اكسجين. ايوه حبيبي اطلع فوق، اطلع فوق، ايوه اطلع. وحط في جنبها اختها الجميلة، ايوه. يا سلام يا سلام. ها الحين عندنا كل شيء ولا ما عندنا كل شيء؟ حقت الحفارة، نسوي واحدة حفارة جوا في كهف اليورانيوم عشان نجمع لنا يورانيوم. الجميلة هذه، يا سلام يا سلام. ها يا سلام، جمعينا يا حبيبي. هي كم تعطي حرارة؟ كم تعطي حرارة؟ والله تعطي حرارة 17، تعطي حرارة وضغط كمان. طيب هي يلا. لا ما ابغى ايرون. لا 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 لا، ليه الزعل هذا؟ ليه الزعل؟ ليه تجيبوا لي حديد؟ انا ما ابغى حديد. يمكن احطها شوية جوا هنا. طيب برضو حديد؟ ما ابغى حديد. شكل هذه ما تجيب الا حديد ولا ايش؟ ارجع خلينا نشوف عند المنطقة المدبسة بتطلع المنيوم ولا لا. شكله اليورانيوم ما يبغى له الاكستراكتور العادية، يبغى له الاكستراكتور ايش؟ المتطورة يمكن. هذا الثلج هنا يا حبيبي، ايوه. ونمشي هنا، سوي لي مويه، سوي لي مويه. اشرب المويه حبيبي، اشرب المويه. خلينا نحط الحفاره في المنطقه المدبسه، شوف تطلع لي الومنيوم ولا لا. الله يستر، ان شاء الله ما يكونوا غيروها. شكل هذه اول حفاره، ايوه. ايش تعطي؟ تعطي الومنيوم. احط واحده في جنبها صاحبتها. عندي عندي اشياء هنا تنزل. ايوه الالومنيوم مهم جدا جدا. حط لي واحدة حفارة ثانية. لا لا بقي لي ألمنيوم، صدقوا بقي لي ألمنيوم. يبغى لي ألمنيوم وسوبر اللوي. عندي والله ما عندي السوبر اللوي. طيب أقدر أسوي صهارة، ناخذ الألمنيوم ناخذ صهارة. بس الحين هذا قاعد يجمع لي ألمنيوم، أنا مبسوط. خليني بس أحط صهارة. أيوه في ألمنيوم هنا. بالله فين الألمنيوم؟ اختفى فجأة، اختفى الألمنيوم. والفود لفلو الفود هذا ليه حاطه هنا؟ ليه حاط؟ والله قال لي طيف عليها. انا اقول ايش طيف قاعد يقول. طيب هنا فوق ما في، ايوه في اكل. ايوه هات اكل، هات الاكل. شوفوا كيف تفيدنا الاشياء هذه، تفيدنا. طيب هنا والله عندي الومنيوم، عندي. تعال 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 تعال, تعال. حط لي واحد الومنيوم هنا، واحد سوبر الوي، ونقدر نسوي لنا حفاره ثانيه. نقدر نسوي حفاره. وليه ما نسوي سخان؟ نسوي سخان حبيبي. ايش اللي منعك؟ حلو. حق الحفارة يبغى هذه وهذه، ونروح نسوي لنا حفارة ثانية كذا. نحن شغلنا حلو سليم السليم. اليورانيوم شكله يبغى له الحفارة اللي بعدها، ما ينفع الحفارة هذه. شايفين غيروا في اللعبة، ما كان أول ما كان زي كذا. فين راحت الحفارة؟ فين راحت الحفارة؟ شايفينها هنا الجميلة قاعد تحفر تحفر وتطلع لي ألمنيوم. طيب حطي لي واحدة في جنبك يا حلوة، ممكن في جنبك. لا تزعلوا من بعض، انتوا صحبات صح؟ ليه 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 ما انت راضية؟ ايوه يا سلام يا سلام. وريني اطمن، بس اطمن. الومنيوم هنا بتطلع شيء؟ يعني كاتبين الومنيوم جايبينه تيتانيوم. طيب اعزائي المتابعين، اظن يكفينا هذا القدر. ان شاء الله باذن الله نكمل في الحلقات القادمة. صاحبي طيف يقول لي ابني فوق، ابني في منطقة عالية. يبغالي نشوف في الحلقات القادمة كيف حنسوي. ممكن نحن نبني فوق في الحلقات القادمة، لكن نخلي القاعدة الأساسية تحت، والمكتب حقنا والحقة الورود وحقة الأسماك كلها فوق. نشوف كيف بين الأيام إن شاء الله بإذن الله. في أمان الله.